رئيس جريدة الأخبار فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ محمد سليمان انتخاب علم ورمز وقيمة كبيرة نعتز بها كلنا كنوبيين، وهو ابن عمدان أخبار الذي خدم النوبة بصفة العام. هو شخصية لم تألو جهدا في خدمة أهالي النوبة وفي خدمة الحفاظ على التراث النوبي، والجميع كل من يهتم بالتراث النوبي استفاد من الأستاذ محمد سليمان جندكاب. وأنا أتحدث عن نفسي بصفة خاصة، في بداية عملي الصحفي نصحني الأستاذ محمد سليمان بأن أتطرق وأهتم بملف النوبة وأن يكون في صدارة أولوياتي، باعتبار أن كل الموضوعات بصفة عامة مطروقة، وما سيميزني أن أتحدث في ملف النوبة. وبالفعل عملت بتلك النصيحة وتقربت أكثر بالشخصيات النوبية وتعرفت على الملف النوبي الذي لاقى استحسان من معظم إخواننا وأبنائنا في النوبة. أعتز بالأستاذ محمد سليمان الذي كان ينادي دائما ويدعو ويؤكد على أن الحفاظ على أن أهل النوبة يعتبرون أن الأرض هي الجسد، ويعتبرون أن التراث هو الروح، ومن خلال الحفاظ على الأرض والحفاظ على التراث نبعت الثقافة النوبية التي تمثل عقدا في التراث التي تمثل عقدا في لؤلؤة المصرية الفريدة. الأستاذ محمد سليمان أضاف الكثير، ودائما ما كان يدعو وهو رئيسا لجمعية التراث النوبي بضرورة أن نهتم باللغة النوبية وأن نوصلها لأجيالنا حتى لا تندثر. لذا أعتبره من الرواد والأعلام وحراس النوبة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، وأطال الله في عمره. ولا ننسى طبعا مع القامات الكبيرة التي أضافت للتراث النوبي الأستاذ خليل كبارة، الأستاذ المرحوم محي الدين صالح الأديب الكبير، الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس جمعية التراث النوبي أمد الله في عمره. لا ننسى هؤلاء وغيرهم الكثير والكثير مما لا يتسع المقام لذكرهم. لقد استفدنا من هؤلاء وهم الذين أكدوا لنا ما هي النوبة وما هي قيمة النوبة وأوصلوها للنوبيين ولغير النوبيين. الأستاذ محمد سليمان تحدث عن النوبة بموضوعية وبمنهج علمي لاقى إعجاب وقبول النوبيين وغير النوبيين. أعتز وأتشرف بأنني تقربت للأستاذ محمد سليمان وهو قبل ذلك عمي. أعتز وأتشرف أنني تقربت إليه وكنت بجانبه واستفدت كثيرا في حياتي العملية، وأطال الله في عمره. ودائما نعتز ونشرف به، وتحياتي لجمعية التراث النوبي ولجمعية أبيجان الخيرية لهذا الحفل الكريم الذي يستحقه ويستحق منا الكثير. أطال الله في عمري وشكرا. شكرا للأستاذ محمد جمال أبو زيد نائب رئيس جريدة الأهرام.